أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات السادة يطيب لي في البداية أن أنقل تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في هذه القمة المهمة. وهذه القمة التي تنعقد في سياق عالمي مليء بالتحديات المعقدة. لذلك فهي تمثل فرصة فريدة من نوعها لتجديد تمسكنا بميثاق الأمم المتحدة وإعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالعمل على بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف وذلك لتحقيق مستقبل أفضل ومستدام للحاضر وللأجيال القادمة حضرت السيدة السادة إن المغرب الذي يلتزم التزاما راسخا بالمساهمة في إصدار نطاق المستقبل يعتقد أن تنفيذه سيعتمد على خمسه شروط اساسيه. اولا من الضروري وضع السلام والاستقرار والتنميه في صلب عملنا الجماعي. فلا مجال لتحقيق تنميه مستدامه بدون بيئه تضمن السلام ولا يمكن ان يكون هناك سلام واستقرار دون تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي. ومن هنا تاتي الحاجه الى مقاربه عالميه دامجه تقوم على الثقه والحوار والاحترام المتبادل ثانيا يجب أن يرتكز تجديد العمل متعدد الأطراف على إرادة سياسية حقيقية للعمل بشكل جماعي إذ نحن مدعوون أيضا إلى تعزيز الحلول الدامجة القائمة على الإنصاف والشرعية والتضامن وفي هذا الصدد أكد صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله في رسالته إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت في مراكش أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف. ثانيا يجب وضع أفريقيا في صلب أولويات عمل الأمم المتحدة والإجراءات المتخذة من طرفها وهنا نتساءل: الا تمثل افريقيا معيارا لقياس فعاليه التعاون التنموي وتعبئتها الجماعيه لصالح المثل العليا للسلام والاستقرار والتنميه في مختلف انحاء العالم؟ لذلك نحن مدعوون اكثر من اي وقت مضى لمساعده افريقيا على تحويل التحديات الحاليه التي تواجهها الى فرص لتحقيق التنميه. رابعا لا بد من ترجمه الالتزامات التي تم التعهد بها الى اجراءات ملموسه وقابله للقياس. خاصه وان مكافحه التغير المناخي ومكافحه الارهاب والتطرف والاتجاب البشر ومكافحه الفقر والفوارق الاجتماعيه وانعدام الامن الغذائي تتطلب اراده سياسيه متجدده ونشطه وفيما يتعلق بالمناخ تجدر الإشارة أن المغرب رفع سقف طموحاته عبر تحديد هدف جديد يتمثل في خفض انبعاثات الغاز الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030 ويهدف المغرب أيضا إلى زيادة حجم الاستثمار في الطاقات المتجددة بما في ذلك الإيدروجين الأخضر لدعم تحقيق الهدف المحدد في تجاوز 52% من حصه الطاقه النظيفه في مزيج الكهرباء بحلول 2030 وهي الجهود نفسها التي تبذل في مجال الحمايه الاجتماعيه وتعزيز السياده الغذائيه والصحيه كما اكد صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله في خطابه العرش الأخير قول صاحب الجلالة إنما حققناه يعطينا الثقة في الذات والأمل في المستقبل وشكرا لكم